السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى أخوتنا اللي في الغربة. قبل ما نتكلم على موضوع اللي كثر عليه الحديث حول رغبة ريال مدريد في شراء رياض محرز بعد مغادرة جارث بيل كتعويض لجارث بيل، هل صحة الخبر؟ نعم أم لا؟ قبلها راح نتكلموا ونطرقوا التكملة فقط للموضوع الأمس كأدلة فقط أو كإثباتات فقط لتنوير الرأي العام ولو تنوير الجمهور. قضية الشركة تاع سعيد بن رحمة ووكيله الأول اللي جابوا لإنجلترا ويلسام إيغال، راح كما راكم تشوفوا راح نخليكم الرابط من الاتحادية الإنجليزية، يعني ما كانش حاجة جبناها من ريسنا اوفيسيال، حاجه رسميه. هذا اسمه الاتحاد الانجليزي اللي يشرف على اكبر دوري في العالم، هو الدوري الانجليزي. جبناها من عند مصدر يعني رسمي، خلوكم الرابط، خلوكم تشوفوا كما تشوفوا، خلوكم الرابط نتاع الانترميديير هذوما والوكلاء وكذا والوسطاء، اللي اسم الشركه، اسم اسم الوكيل، وكيل سعيد بن رحمة في برنتفورد الى غايه 2019، 31 جون في 2019. ايضا شركه انيك سبور مانجمنت، وكل شيء خلوكم ايضا باش ما تفكروا باش ما ننساوش، نخلوكم تشوفوا كما تشوفوا رقم التعريف نتاع الحالي الى غايه الان، الى غايه الان هذا معترف به، هذا ويرسام ايغال ومازال الشركه تاعو تكزيسي الى غايه 2020، الى غايه الان، وعنده الرقم التعريفي، عنده رقم الشركه، تعريف للشركه، رقم تعريفي للوكيل هذا، يعني كل شيء بالادله وكل شيء بالاثباتات وكل شيء حاجه رسمي في الموقع الرسمي للاتحاديه الانجليزيه اف ا. ايضا شركه انكسبور مانجمنت، الوكيل نتاعها ولا رئيس الشركه نتاعها، الرقم التعريفي لويليام سالتوز، الرقم التعريفي للوكيل، الرقم التعريفي للشركه تاع انكسبور مانجمنت، كل شيء تلقاوه، نخلوكم الرابط ونعطي كيما راكم تشوفوا باش خطاه ملفات هذه بي دي اف، ما اللي يحب يطلع خلوا له الرابط يطلع على ويرسام ايغال الوكيل السابق بالرحمه وتيليشارجيها ويبحث ويرسام ايغال. ايضا خلوكم الرابط تاع انكسبور مانجمنت وويليام سالتوز، يتحب يتاكد من هذا، من الناس اسكو هذا موهميين، ما كانش منها شركات وهميه، شركات تاع هف، كاين الروابط وكاين الادله من الاتحاد الانجليزي لكره القدم. شيء اخر، قضيه اللي علاش هذوما مادام هذوما شركات رسميه وكيما راك تهضر، علاش ما راحش اللي قلتها ونعاودها. كاين حاجه اللي ما ذكرناهاش في الفيديو بس كتبناها، الجنسيه صح تلعب دور، لكن كاين اشياء اخرى، المواصفات اللي ذكرتها هي تنطبق على البروفيل المحبوب ولا المرغوب في الدوري الانجليزي، القوه البدنيه، خاصه المهاجم المطلوب ايضا في الدوري الانجليزي. المواصفات هذه ما تطبقش مع سعيد بن رحمه، ولا ماهيش المواصفات المطلوبه اللي موجوده في سعيد بن رحمه، وهذا لا يعني ان سعيد بن رحمه لاعب ضعيف، بل بالعكس لاعب موهوب وفنان بامتياز، هنا من الاوائل اللي قلت طلقت عليه ازار الجزائر، ازار كما كان في تشيلسي. هذا للتوضيح. موضوع الرسمي اللي نتكلموا عليه هو موضوع رياض محرز وريال مدريد، صحة الاخبار اللي انفرد بها موقع فوت ميركاتو. الموقع هذا فوت ميركاتو، انا مانيش باش نصدق ولا ما نصدقش، ولا مصدر رسمي مش مصدر رسمي، انا نذكركم باللي هذا الموقع نفسه هو اللي تكلم على اسماعيل بن ناصر، راهو في اتصالات مع مانشستر سيتي، لكن شفنا اسماعيل بن ناصر باقي في الميلان، هو حتى هو شخصيا صرح انه باقي في الميلان. انا مانيش نقول باللي هذا مصدر غير رسمي ولا مصدر هف ولا اخبار ولا حاب يجيب المشاهدات ولا حاب يستقطب الناس ليه، ولا هذه ما ندخلش فيها الامور هذه، لكن الخبر هذا زاد نقله ايضا موقع جول موقع عالمي وشهير ومعروف، ايضا موقع جول لما تكلم نقلا عن ما قالش بلي رياض محرز راهي باغيه تديه ريال مدريد من كتعويض لجارث بيل اللي عنده مشاكل مع ريال مدريد، مع الاداره تاعو، مع الجماهير تاعو، المستوى تاعو اللي نقص، نقلا عن فوت ميركاتو.
هذا موقع جول يقول نقلا عن فوت ميركاتو باللي رياض محرز راح يكون بديل لجارث بيل اللي راح يغادر الفريق. هذه نقلا عن موقع جول، للناس ممكن ما تعرفش موقع جول، موقع معروف، موقع اللي دار حصريا لقاء مع ليونيل ميسي واللي شافته كامل الناس، اللي بين فيه العودة نتاعو لبرشلونة بعد ما كثر اللغط كبير وكلام كثير على انه راح يغادر برشلونة. هذا هو الموقع، موقع جول هو اللي دار معه اللقاء الحصري الشهير المعروف اللي ناس العالم كامل شافته. هذا موقع جول بصح، موقع جول قولها ونقولها ونعاود، نقلا عن فوت ميركاتو. الشيء الاخر، هذه قراءة اولى ما نشعر فيه، قادر يصدق الخبر قادر ما يصدقش الخبر، قادر يصدق الخبر قادر ما يصدقش، 50-50. لكن الشيء الاخر، ذا ميرور في تويتر خرجت وقالت باللي جارث بيل وسيرجيو راموس راح يكونوا يعني رايحين اهتمامات، داخلين في اهتمامات مانشستر يونايتد. هذه ذا ميرور ما نشعر فيه، لكن انا كرايي الشخصي، يبقى رايي الشخصي، انا نتمنى نشوف رياض محرز يخرج من مانشستر سيتي صراحه، من غوارديولا صراحه، رايي هذا رايي الشخصي. علاش؟ لان لما تشوف لاعب يدير لك 5 مقابلات توب مستوى عالي، من بعدها ما تشوفوش شهر ولا شهر ونص يقعد في البنك، هذه مش منطق، وين عقل يتقبلها؟ انا ما نقولكش نجزم، اكاد اجزم انه لو لعب رياض محرز مقابله ليون كانت تتاهل مانشستر سيتي بكل سهوله. مانيش نطيح من قيمه ليون ولا لاعبي ليون، بصح انا عارف باللي ومتاكد داخل قناعاتي انه رياض محرز لو شارك في مقابله اولمبيك ليون منذ البدايه راح كانت تتغير العديد من المعطيات. لكن هذا اسمه بيب غوارديولا، ولا كما كنا نطلقوا عليه فيلسوف الغبره. انا ليا ونعاود ونقول مغادرته احسن، ان شاء الله يكون في ريال مدريد، ان شاء الله يكون في لا يوفي، رغم انه لا يوفي جابوا مدرب جديد يعني بيرلو ما عندوش يعني سنوات خبره في التدريب لكن قادر ينجح. نعاود ونقول الخبر نقلا عن فوت ميركاتو موقع، وليس مثلا موقع معروف كبير كما قول، ولا قناة كبيرة معروفة، ولا ما نش عارفين. الأيام الجاية راح تكشف لنا العديد من الأمور، لكن أنا كقراءتي نتمناه يغادر مانشستر سيتي، ما يزيدش يقعد فيها. يعني قلتها ونعاود، اللاعب اللي يلعب 5 مقابلات نيفو عالي طوب، من بعدها ما تشوفوش خلاص تلقاه في البنك، وش يزيد يقعد؟ زيد يقعد يجيب له فودان يلعب تيتيولار، يلعب سيرلينغ اللي ما نهضروش هذاك، سيرلينغ ابن المدلل لغوارديولا ومحاباة لزونغلي، محاباة الانجليز يتقبلهاش. ان شاء الله يروح ريال مدريد، ان شاء الله يستاهل رياض محرز، يقدر يلعب في الريال، يلعب في البارسا، يلعب في 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 لا يوفي، الانديه الكبيره هذه يقدر يلقى بلاصته، ما عندوش مشكل رياض محرز. لكن قضيه الخبر نعاود ناكد، نقلا عن فوت ميركاتو، موقع جول العالمي الشهير معروف ايضا نقلا عن فوت ميركاتو، يعني فوت ميركاتو هي اللي انفردت بالخبر. لو انفردت مواقع اخرى وقالت ما قالش المصدر من عند فوت ميركاتو يكون ممكن كلام اخر. هذه قراءتي الخاصه، ان شاء الله نتمنى التوفيق لرياض محرز وكل اللاعبين المنتخب الوطني، ومزيد من التالق لرياض محرز ان شاء الله مع فريق جديد، ان شاء الله نتمنى له، سواء ما جوفنتيس او ريال مدريد. المهم انا يعني صراحه ليا يبتعد من الفلسفه الزائده للفيلسوف الغبره بيب غوارديولا. في الاخير ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.